السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة الإحصاء الهندسي statistical engineering هو المقاييس الإحصائية أو القياسات، هو المقاييس الإحصائية بصورة عامة. فحتى إن شاء الله نتوضح بيها أن المقاييس الإحصائية statistical measure بتضمن central tendency اللي هي مقاييس النزعة المركزية والdispersion اللي هي مقاييس التشتت. إن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم ضمن المقاييس الإحصائية راح نتناول مقاييس النزعة المركزية اللي هي يسموها Central Tendency. إيش تتضمن مقاييس النزعة المركزية؟ تتضمن المتوسط الحسابي اللي هو الأرثمتيك مين. إحنا عندنا نوعين من المين، من المتوسط الحسابي. عندنا أما الأرثمتيك اللي هو المتوسط الحسابي الاعتيادي، وعندنا الجيومتريك مين. حتى نكتب عندنا أرثمتيك مين وعندنا الجيومتريك مين، وعندنا الروتش مين سكوير اللي هو هذا رمزه، وكذلك الميديم اللي هو الميديان يشمل لنا الوسيط، وكذلك المود يشمل لنا المنوال. هذين المقاييس النزعة المركزية. المحاضرة اللي بعدها راح نتناول مقاييس التشتت. هسه حاليا راح نركز على مقاييس النزعة المركزية. فإن شاء الله بهذه المحاضرة راح نتناول، فإن شاء الله راح ناخذ عدد من الاكزامبلز حتى تتوضح مقاييس او اما نستخدمها اصلا احنا هاي مقاييس التشتت او مقاييس النزعة المركزية. هنا انا هسه لو نجي على مثال بسيط، فور ذا فولوينج داتا مطينا اياها، مطينا قيم لاي عنصر معين اكس يمثل لنا توزيع هذه القيم. لو طالب من عندك ما معدل هذه القيم اللي هي المتوسط الحساب الارثمتيك مين. الارثمتيك مين شنو قانونه الرئيسي؟ بالمناسبه لحد الان احنا نتناول عندنا نوعين من البيانات، بيانات مبوبه وبيانات غير مبوبه. هاي البيانات تسمى بيانات غير مبوبه. انا اعطيك مجموعه من البيانات تمثل فئه معينه، هاي تسمى اللي هي ابسط الانواع. بعدين راح تتعلم تبويب البيانات ان شاء الله. فهسه هاي هنا مباشره يسموها البيانات الغير مبوبه. فاذا جبت لك بيانات غير مبوبه وقلت لك انه احسب لي الارثمتيك مين الها، راح يكون طبعا بالمناسبه قلنا ان الارثمتيك مين الرمز مالته اللوجو هو اكس داش، يساوي لك شنو؟ سميشن اكس اي في اف اي على سميشن اي اف اي، التكرارات مالتهم. يعني وكانه هذا قانونهم، لما تكون البيانات غير مبوبة هو summation xi، يعني مجموع هذه القيم على عددهم، مجموع القيم على عددهم. هو هذا القانون بالتمثيله البسيط للمتوسط الحسابي. هسه احنا اذا نجي مجموعهم 6 زائد 12 زائد 8 بلس 7 بلس 7 بلس 5 بلس 9 على عددهم، نحسبهم 1 2 3 4 5 6 7 على عددهم 7. الرقم اللي راح يطلع هنا هو هذا يمثل لك الارثمتيك مين، تمام؟ طيب لو طالبين من عندك الجيومتريك مين اللي هو شو يمثل لك؟ المتوسط الهندسي، مو المتوسط الحسابي. المتوسط الهندسي انه انت عندك قيم الاكس اي اللي انا ناطتك اياها لكل حاله، هاي القيمه تحولها الى تنطيها لوج، يعني وكانه تطلع لها قيمه واي تحولها الى لوج. اللوج شلون تاخذه؟ بالحاسب الاعتياديه اي كالكوليتر، مجرد هذه القيمه تعطي لوج الاكس اي، راح ينطيك وكانه قيمه جديده تسميها هنا زد، زد يساوي لوج الاكس اي، او واي يساوي لوج الاكس اي، تمام؟ او تكتب فقط لوج الاكس اي. فكل قيمه من هذه القيم اللي ناطيك اياها تنطيها لوج، تطلع لك قيمتها هنا كلوج. القانون شو يقول؟ القانون الرئيسي مال الجيومتريك مين اللي هو الجي رمز احنا قلنا يساوينا لوج انفيرس، يساوينا لوج انفيرس المن لمجموع هذه القيم. بعد ما انت تاخذ لكل قيمه من قيم الاكس اي لوج، تسوي لهم سميشن هنا، فسميشن لوج الاكس اي على عددهم وتاخذ له لوج انفيرس. يعني باول شيء انت تطلع قيمه اللوج الاعتيادي، تقول لوج الخمسه المجموع مالتهم 5.32 5 على 7 تطلع لك القيمة، بعدين القيمة اللي طلعت لك هنا تنطيها لوج انفيرس. اللوج انفيرس شلون تعطي بالكالكوليتر؟ تعطي شيفت لوج، شيفت لوج. وإذا أحد يحتاج نعلمه على الحاسبة مجرد كتبوا لنا بالتعليقات، وإن شاء الله ولو هي إن شاء الله في شغلاتها بسيطة، مجرد ما تضغط الشيفت لوج يطلع لك لوج انفيرس. هذا اللوج انفيرس لهذا الرقم بعد ما تطلعه
راح يطلع لك قيمة الجيومتريك مين، اللي هو احنا نسميه المتوسط الهندسي. نجي بعدين بعد شنو عندنا؟ عندنا هسه هذا هو القوانين الرئيسية اللي راح تثبت أمامكم. القانون الأول هو المتوسط الحسابي يساوي لنا مجموع. طبعا بالمناسبة أرجع وأقول هذه للبيانات الغير مبوبة، summation xi في fi على summation fi، وكذلك الجيومتريك مين اللي هسه قبل شوية نوهنا عليه اللي هو المتوسط الهندسي. الروت مين سكوير، ماذا تعني الروت مين سكوير؟ هو يعني شلون انه الجذر التربيعي، الجذر التربيعي هذا اللي رمز له هو الحرف الاول حرف من كل كلمة ار ام اس، يساوي لك تحت الجذر summation اف اي في اكس اي تربيع على summation اف اي. يعني شنو معناها summation اكس اي تربيع؟ يعني كل قيمة من قيم الاكس راح تاخذ لها تربيع تربيع تربيع، يساوي لها summation على مجموعهن، والدور بعدين تسوي له جذر، تاخذ له الجذر الى يطلع لك روت مين سكوير. بعدين نحسب الميديان اللي هو الوسيط، اكيد نعرف احنا كل احنا الوسيط، الوسيط اللي هو متوسط هذه القيم. اذا كانت البيانات مبوبه راح يكون هذا القيم اللي هو L1 زائد الN1 على 2. هاي شنو معناها؟ هاي راح ناخذها بتصنيف البيانات، لما تكون البيانات مصنفه حتى نعرف شلون نصنفها ونبوبها، ويكون مركز الفئه طول الفئه اول كل فئه راح تتصنف الى قيمتين لور وابر، القيمه اللور ايش قد تاخذ والقيمه الابر ايش قد تاخذ، فهنا التصنيفات الخاصه بهم. والمود اللي هو المنوال راح يشمل الدي 1 والدي 2، وهذا ان شاء الله راح نلقين يعني هاي الجداول او القانونيه الخاصه بالوسيط والمنوال ان شاء الله راح نتلاونها لما يكون البيانات مبوبه. يعني هنا هسه هالشكل بصيغه هذا القانون راح تكون نوعا ما صعبه على الطالب يفهمه. نجي بعد اكو عندنا ضمن مقاييس المساله المركزيه، اي نعم عندنا شنو هو؟ عندنا الرينج اللي هو المدى، المدى دائما هو القيمه العظمى ناقص القيمه الصغرى الاقل. الان شلون نطلع الان؟ هو نمبر اوف انترفل، هسه هاي حتى ابدا اقسم انا بطلع هو نم عدد الفترات، ايش قد عدد الفترات؟ انا شلون اطلع عدد الفترات النمبر اوف انترفل؟ 2.5 في عدد البيانات الاس 1 على 4، ودائما النسبه مالته من 5 الى 15، يعني يكون عدد الفترات كم فتره انا اخذ من اقسم البيانات؟ هو 2.5 للاس ان كل اس 1 على 4. الان هو عباره عن summation الاف اي، summation الاف اي. فمثل ما انه قلنا هسه نجي الرينج لازم نعرف شلون نحسبه، هو الماكس القيمة الأعلى الأعظم أو الأكبر ناقص القيمة الأقل، ماكس ناقص مينيمم، وعدد الفترات هو يساوي لك 2.5 في العدد الكلي للبيانات الأس 1 على 4. فالآن الآن قلنا هسه شو يمثل الآن؟ وعدد البيانات summation اف اي. نجي حتى أطلع ايش قد عرض الفئة اللي يسمونه الكلوز أو الكلاس وودز، شو يساوي لك؟ يساوي لك الرينج على الان اللي هو النمبر اوف انترفل. عن طريق هذا الشيء راح تقدر انت تحدد لما انطيك ان شاء الله بيانات غير مبوبه وتحول لي اياها الى بيانات مبوبه، وراح نتناولها باذن الله بوقتها. زين احنا قبل شويه انه يعني تحدثنا بخصوص الفريكونسي، فريكونسي ديستريبيوشن، شلون اني اقدر انشئ الفريكونسي؟ هسه يعني حتى ما انه تكون مثل ما نقول انه ضياء بالامر، راح ناخذ هذا المثال البسيط. هسه هاي معطيك انا هنا مجموعه من البيانات لفئه اكس اكس اي، هسه هذا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 5 6 7، طالبه من عندك الروت مين سكوير، طالب من عندك الميديان الوسيط، طالب من عندك المنوال. اول شيء حتى تحسب الروت مين سكوير كل قيمه من قيم الاكس اي لازم تربعها، فتروح على هنا اكس اي، هنا تعطي اكس اي تربيع، تربع كل قيمه، بعدين تسوي لهم سميشن افتر ذات، المجموع مالتهم ايش قد يتضمن؟ عددهم الكلي 7، فتطلع هنا سميشن الاكس اي الكلي اللي هو التربيعي. بعد ما توجد قيمته تروح تطبق قانون الروت مين سكوير اللي هو يساوي لك اذا كانت البيانات غير مبوبه سميشن اكس اي الكل تربيع على الان، طلعت الروت مين سكوير. زين حتى تحسب الميديان وتحسب المنوال للبيانات او للبيانات اللي ننتبه شنو البيانات الغير مبوبه، لحد الان احنا دراستنا بيانات غير مبوبه.
أول شيء نجي على هذه البيانات نرتبها، لازم تترتب البيانات تصاعديا، ما ننسى يعني هسه هاي البيانات هاي هنا منطنياها يعني غير مرتبة، آخذ هذه البيانات أرتبها 2 5 7 7 عفوا 2 5 6 7 7 8 9 تمام، تترتب البيانات تصاعديا. أجي هذه البيانات عددها ايش قد؟ هسه نلاحظ 2 5 6 7 7 8 9 هذه البيانات المجموع مالتها زوجي ام فردي؟ اذا اول خطوه ارتبهم تصاعدي، ثاني خطوه شنو العدد مجموع مالتهم؟ هل هو فردي ام زوجي؟ هسه نلاحظ احنا مجموعهم فردي، فالوسيط راح يطلع رقم 1، لو كان زوجي عددهم مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمان ارقام، لا راح يطلع الوسيط عدد زوجي. نجي هسه نجي على اول قيمه هنا شلون نمثلها؟ ناخذ القيمه الوسطى بالاعداد الفرديه، هسه هنا نعزل منها 3 من وين القيمه الوسطى؟ هي هاي تمثل الميديان. لو كانت الاعداد زوجيه فعندي قيمتين، فشلون اطلع الميديان مجموعهن على عددهن؟ مجموعهن مثلا لو كانت عندي قيمتين وسطيات مثلا 7 زائد 8 فاقول 7 زائد 8 على 2 طلعت الميديان. هاي اذا كانت البيانات غير مبوبه. المنوال بالبيانات الغير مبوبه هو الفئه الاكثر تكرارا، the most relative value. شنو هي الفئه الاكثر تكرارا؟ هي السبعه، فان يعني مكرره مرتين او اكثر. هاي انه اقول المنوال اللي يسمونه المود انه هو قيمته 7. فالكابل داتا هسه نجي هنا الى هذه البيانات، هذه البيانات يعني بيانات اعتيادية، لكن أنا مطيتك عددها مثل ما نقول هوال وطالبة من عندك تحسب لي. ننتبه لحد الآن البيانات اللي دانا نطيها بيانات غير مبوبة، فور ذا فولوينج داتا احسب لي الستاتستيكال مجر القياسات الإحصائية اللي هي خاصة بمقاييس النزعة المركزية السنترال تيندنسي اللي تضمن لي الأرثمتك مين، الجيومتريك مين، الروت مين سكوير. اول شيء هاي البيانات مجرد ترتبها لي بجدول مكان ما هالشكل، بس تكتب لي اكس اي وتخلي وحده بعد الثانيه وحاول مترتبهن رتبهن تصاعديا اذا امكن انه تقدر ترتبهن تصاعديا من اقل قيمه الى اعلى قيمه. بعدين نجي تكرارهن، هاي البيانات هالشكل تكون نوعا ما يعني مشوهه، يعني بيانات بها ضياع ما تقدر انه تحسبهن، فش تسوي انت؟ هاي البيانات هسه احنا عندنا هنا 5 6، نجي الخمسه كم مره مكرره؟ مره واحده. السته كم مره مكرره؟ تحسب لي اياهن انه كم مره. هسه هنا نجي على السته 1 2 3 4 5 6 هاي 6 مرات مكرره، فتكتب قدامها 6 12 الى عنصر متواجد هنا وكم مره مكرر، تمام؟ هذا يسمونه التكرارات، التكرارات الخاصة الفريكونسي، هو هذا إنشاء الفريكونسي، هو هذا، هاي الإكس آي وهاي الفريكونسي اللي خاص بها. فهسه بما أنه صارت يعني أنه إكس آي عندي وإف آي أقدر أطلع هنا، أنا ما أقدر أقول فقط تقدر تسوي سميشن على الإن، بس بالطريقة بما أنه أنت سويت التكرارات تستخدم هذا القانون اللي هو التكرار في الإكس آي. يعني هاي الإكس آي وش قد تكرارها؟ تضربهم مع بعض. هاي الاكس اي وش قد تكرارها؟ كم مره مكرره؟ هنا من الصدفه تكررت 6 مرات مع نفس الرقم والاكس اي الخاص بها. ال 12 كم مره تكررت؟ 7 مرات، وهكذا الى انه انت تكمل جميع البيانات الاحصائيه اللي هي حاصل ضرب الاف اي في الاكس اي تنطي السميشن. بعد ذلك هذا القانون السميشن وكذلك تطلع مجموع التكرارات، لازم مجموع التكرارات السميشن الاف اي هو نفس ال ان. فهسه الاكس داش راسا سميشن اف اي في اكس اي على سميشن اف اي توجد راسا. نجي على الجيومتريك، على كل قيمه من قيم هذا القيمه اللي هنا ننطيها لوج، تصير لكل قيمه ننطيها لوج الاكس اي، لوج الاكس اي، لوج الاكس اي، تمام؟ لكل قيمه ايش اسوي بعدين؟ اسوي جدول جديد اكتب الاف اي في لوج الاكس اي، اف اي كل وحده ايش قد تكرارها؟ في مو قيمة الاكس اي، لا اللوج اللي خاص بيها، تمام عيني؟ فهي راح يكون الجيومتريك هو عبارة عن اف اي مجموع طبعا في لوج الاكس اي على سميشن الاف اي اللي هو نفس الان كابيتال، نفس العدد الكلي. اطلع هنا انا وبعدين ناخذ لوج انفيرس اللي هو شيفت لوج للقيمة اللي حتطلع منها، يطلع الجيومتريك مين.
والروت مين سكوير بهذه الطريقة ينحسب، اللي هو summation fi في xi تربيع. xi تربيع، أجي على قيم ال xi اللي أنا هنا رتبتهم أنطيهم تربيع، أربعهم، بعدين بعد التربيع أضرب كل قيمة بعد ما ربعتها بال fi. كل قيمة هسه هاي أول قيمة 5، 5 تربيع 25، 25 في 1 25، وهكذا القيمة الثانية والثالثة والرابعة. هنا المفروض تسوي جدول التآخر، تكتب بي الـ XI تربيع بعدين الـ FI في الـ XI حتى ما يصير عندك خطأ، وإذا كنت يعني أنه ضامن ما يكون خطأ مباشرة تسوي لي هذا الجدول. بعد ذلك تسوي السميشن النهائي الخاص بي، فهو هذا راح تقدر عن طريقة تحسب الروت مين سكوير إن شاء الله. وبعد أسرح راح ناخذ البيانات إذا كانت غير مبوبة إن شاء الله، البيانات العفو المبوبة شلون أقسم التكرارات، هاي إحنا نتناوله كل محاضرة بمحاضرة حتى ما يصير تشعب وكثرة بالمعلومات، وبالتالي إنه الطالب ما حيكون عنده كنترول على المادة. محاضرتنا لهذا اليوم انتهت بخصوص اللي تتضمن المجر أوف ستاتستيكال أو ستاتستيكال ميجرمنت ضمن السنترال تندنسي اللي قياس مقاييس النزعة المركزية، وجزء بسيط أخذنا فقط من عدها ضمن البيانات إذا كانت غير مبوبة. وإذا أردت أبوب أنا ما أعتبرها بيانات مبوبة، هاي مجرد أنه أرتبها باستخدام قانون الـ FI والفريكونسي Construction of Frequency. إن شاء الله تكون محاضرتنا قدر الإمكان غطينا بها جزء كبير. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار راسلونا، ونتواصل وياكم إن شاء الله على سلسلة المحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.